أيضا عندنا إن شاء الله بعد العشاء كلمة لأخينا الشيخ المبارك جميل الهامل حفظه الله، وهو من المشايخ الفضلاء الذي حيثما نزل نفع، فإن شاء الله نستمع منه للمحاضرة في الثالث من شهر رجب لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بعنوان الثبات على الحق. دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أولاً أحمد الله تعالى العلي القدير الذي وفقني في هذا اليوم المبارك إلى زيارة آبائنا ومشايخنا وإخواننا في دار الحديث السلفية في معبر، وفي مقدمة هؤلاء شيخنا الوالد المربي الذي تربينا على يديه منذ الصغر الشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه ورزقه الله الصحة والعافية، ومتعنا الله وإياكم بصحته ويدفع عنا وعنه وعن هذه الدار وعن جميع المسلمين كل شر ومكروه. فوالله إني مسرور لما رأيت من هذا الخير ومن هذا الإقبال ومن هذه الثمرة الطيبة المباركة التي تمتاز بها دور الحديث السلفية في البلاد اليمنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي مشايخها والقائمين عليها والمتعاونين معها، وأن يحفظنا وإياهم من كل شر ومكروه. أيها الأحبة، إن هذا الخير العظيم وإن هذا الفضل الكبير ليحتاج منا جميعا أولا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على هذا الخير وأن يرزقنا شكر هذه النعمة. أذكركم بحديث عظيم يزيدنا ثباتا إلى ما نحن عليه، وهذا الحديث ينبغي لنا جميعا أن نحفظه وأن ندعو به في الليل والنهار. روى الإمام أحمد قال حدثنا روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كنت مع شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزلنا منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة، وفي رواية بالسفرة نعبث بها. قال فأنكرت عليه فقلت ما هذا يا أبا يعلى؟ قال فوالله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها إلا كلمة هذه، فلا تحفظوها علي ولكن احفظوا ما أقول لكم. إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان والترمذي، وصححه العلامة الألباني بجميع طرقه رحمه الله.
أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلمات عظيمة، فانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شداد بن أوس رضي الله عنه يقول لغلامه: ائتني بالسفرة نعبث بها. فأنكر عليه هذا الرجل فقال: ما هذه الكلمة؟ ثم يستدرك رضي الله عنه. انظروا كيف كانوا يحرصون على ألسنتهم. قال: فوالله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها، أن يجعل لها خطام وزمام حتى لا تخرج عليه، وينظر أين هذه الكلمة، وهل ستنفعه يوم القيامة، وهل ستنفعه في الدنيا، وهل كذلك سيكون له أجر أم وزر. قال: إلا هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة ليس فيها شيء، إنما قال: ائتني بالشفرة أعبث بها، وفي رواية: بالسفرة نعبث بها. قال: فأنكرت عليه هذه الكلمة، ثم قال لهم: ولكن احفظوا ما أقول لكم، لا تحفظوا هذه الكلمة. ومع ذلك رحمهم الله حفظوا هذه الكلمة عنه وحدثوا بها. قال: ولكن احفظوا ما أقول لكم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات، فاكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والمراد بالأمر إنه الإسلام، معاشر المسلمين. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرشدنا جميعا: إذا كنز الناس الذهب والفضة، أي أن الناس إذا تكالبوا على الدنيا وتنافسوا عليها وتحاسدوا من أجلها وتباغضوا وتقاتلوا من أجلها، أنتم أيها الناس أكنزوا هذه الكلمات، لتعلموا يا معاشر المسلمين أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا بجانب الثبات على دين الله وبجانب طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل جلاله بين في كتابه الكريم حقارة الدنيا ودناسة الدنيا وحذر الأمة منها. قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى مبينا للناس حقارة هذه الدنيا، قال سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بعد أن ذكر الدنيا، أن قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، هكذا قال سبحانه وتعالى. نعم معاشر المؤمنين، فإذا كنز الناس الذهب والفضة، وإذا الناس تنافسوا على أمر الدنيا، فتنافسوا أيها الناس على أمر الآخرة، وأنتم الآن في هذه الدار وفي هذا المكان، فإن الله قد شرفك يا عبد الله وأكرمك وساقك إلى هذا المكان. فاعلم يا عبد الله أن الله أراد بك خيرا، حيث أنه سهل لك المجيء إلى هذا المكان لتعبد الله سبحانه وتعالى
ولتتعلم الدين ولتتعلم الفرائض والواجبات وما أوجبه الله عليك. فاثبت يا عبد الله على هذا الخير ولا تغرنك الدنيا بما فيها، بل إن الدنيا كما سمعت فإنها حقيرة. فهذه الكلمات بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها خير من الدنيا وما فيها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وهذا الدعاء ينبغي لنا جميعا معاشر الأحبة أن ندعو به في الليل والنهار، أن الله يثبت قلبك على دينه، يثبت قلبك على طاعته، يثبت قلبك على هذه الطريقة التي اختارها الله لك. فاحمد الله واشكر الله على هذه النعمة، وادعو الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار في السراء والضراء أن يحفظ لك دينك وأن يثبت قلبك على هذه الطريقة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا ما يدعو الله بأن يثبت قلبه، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما أسمع تقول هذا الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم يا معاشر المؤمنين، ما دام أن قلبك بيد الله ليس بيديك، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الخير وأن يثبتك على هذا الدين وأن يرزقك الثبات والاستقامة على هذا الخير حتى يتوفاك الله وأنت على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. انظر معي رعاك الله إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا وتمسكوا واستقاموا. لأن الذين يقولون ربنا الله كثير، لأن الذين يقولون ربنا الله كثير، معترفون بالله بأنه الخالق والرازق والمدبر، ويعترفون بأنه سبحانه وتعالى رب العالمين جل جلاله. لكن أين الذين استقاموا؟ أين الذين ثبتوا؟ أين الذين استمروا على هذا الخير؟ أين الذين استمروا على هذه الاستقامة؟ إنهم قليل. فلذا انظروا رحمكم الله إلى بيوت الله، إلى بيوت الله، انظروا ما أقل الناس في أوقات الصلوات، في أوقات الصلوات. هذا مثال واحد. ترى الناس مزدحمون في الأسواق وفي المتاجر، والمؤذن يؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي إلى الفلاح، ينادي إلى بيوت الله. وكأن هؤلاء الذين يسمعون هذا النداء لا يعنيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت احمد الله يا عبد الله أن الله هيأ لك هذا المكان لتأكل وتشرب، ولا كذلك تهم المأكل والمشرب، فاحمد الله على ذلك. ثم بعد ذلك استغل هذه الأوقات في مرضاة الله وفي الثبات على دين الله، فغيرك يعيش وغيرك يتخبط في ظلمات الجهل وفي ظلمات الذنوب والمعاصي. انظر إلى ملايين البشر، فذاك يموت يهوديا وذاك نصرانيا وذاك مرتدا وذاك وذاك. وأنت يا عبد الله اختارك لهذه النعمة، أما آن لك الأوان أن تشكر الله على هذه النعمة؟
وأن تثبت عليها وأنت تتقلب في الليل والنهار تتلو كتاب الله في الليل والنهار. فمن أكثر من تلاوة الله وقراءة كتاب الله وتدبر كتاب الله وعمل بكتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه على أن يثبت على هذا الدين وأن يستقيم على هذا الدين إذا أخلص في حفظه وفي تدبره وفي العمل بكتاب الله. يقول ربنا في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك لنثبت به فؤادك. هكذا يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ليبين أن القرآن من أعظم أسباب الثبات على دين الله وعلى طاعة الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك. فالقرآن يا معاشر الأحبة يا من تقرؤون في الليل والنهار إنه لمن أعظم أسباب الثبات على دين الله. زد على ذلك إذا أنت تدبرت القرآن وعملت بالقرآن وعملت بما تتعظ به من كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على الثبات ويرزقك الثبات على هذا الخير. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فانظر أخي رعاك الله إلى هذه الآية الكريمة إلى هذه الآية العظيمة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فكم نقرأ من الآيات ومن الأحاديث وكم نسمع كذلك من المواعظ والزواجر: ولو أنك يا عبد الله عملت بما أمرك الله واجتنبت ما نهاك الله عنه من الذنوب والمعاصي والسيئات فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله الله معاشر المؤمنين الله الله معاشر الأحبة في الثبات على دين الله في الثبات على طاعة الله في الثبات على سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الثبات الثبات على ما أنتم عليه في هذه الدار المباركة. فأنتم تعيشون في ظلها وتنهلون من علمها في الليل وفي النهار في كل وقت وفي كل آن. فيا عباد الله احمدوا الله على هذه النعمة. إي والله لو نظرتم إلى من خلفكم إلى من حولكم لوجدتم العجب العجاب. فلذا كل واحد منا يستحضر هذه النعمة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظها عليه أن يحفظها عليه وأن يثبته على هذه النعمة. نعم معاشر المؤمنين فلا ننظر إلى الذين اغتروا بالحياة الدنيا إلى الذين اغتروا بزينة الحياة الدنيا إلى الذين اغتروا بالشهوات. فإن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله تأثر بما عند الكفار تأثر بما عند الغرب من الحضارة تأثر بما عند الغرب من اليهود والنصارى بما عندهم من الأموال وزينة الحياة الدنيا فلربما كان مستقيما فإذا به يتزعزع يوما بعد يوم ولربما جاء يوم من الأيام وربما يحارب الإسلام. والله يقول في كتابه الكريم: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات
أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لنا التوبة، يريد لنا سبحانه وتعالى الاستقامة، يريد لنا الطاعة، يريد لنا أن نثبت على دينه، أن نتمسك بدينه، أن نعتصم بدينه، أن ندافع عن دينه، أن نحافظ على دينه سبحانه وتعالى. ولكن بين أن هناك أصناف من الناس لا يريدون للناس خيرا، ولا يريدون للناس ثباتا على دينهم، ولا يريدون للناس أن يتعلموا أمر دينهم وأن يتعلموا هذا الخير. فلذا حذر الله الأمة من هذا الصنف، قال تبارك وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قال هم اليهود والنصارى وأذنابهم الذين يبثون الشبهات في أوساط المسلمين. نعم، أمة الإسلام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا عن هذا الدين، أن تميلوا عن هذا الخير، أن تميلوا عن هذا الخير، تميلون ميلا عظيما، أي تتركون هذا الخير. فلذا الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن اليهود والنصارى ما يريدون خيرا للمسلمين لا في دينهم ولا في عبادتهم أبدا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فلهذا يا معاشر المسلمين تسمعون بين الحين والآخر، وخاصة في هذه الأيام، يبثون سمومهم في أوساط المسلمين ويبعثون الشبهات في أوساط المسلمين. فوالله أن أحد الرسائل جاءت إلي وأني أعرف هذا الشخص حق المعرفة منذ سنوات وهو متمسك بدينه، وإذا بهذه الشبهة قد أخذت من قلبه وإذا به يشكك في القرآن الكريم، وإذا به يشكك في السنة النبوية. فقلت له: يا فلان، من أين لك هذه الشبهة؟ أما أنك تعيش في أوساط طلاب العلم؟ أما إنك كنت تعيش وتحفظ من كتاب الله كذا وكذا؟ أما إنك علوت المنابر؟ أما تذكر خطبة كذا وكذا وكذا؟ وأذكره ببعض الكلمات والمحاضرات. قال: نعم، ولكن انظروا. فانظروا يا عباد الله ما أقوى الشبهات إذا المسلم استمع إليها وفتح أذنه لها. فلهذا معاشر الأحبة، ادعوا الله في الليل والنهار أن يحفظ لك دينك وأن يثبتك على هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.